بواسطة طائرة مسيرة قتلت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العروري في ضاحية بيروت الجنوبية. فمن هو العروري؟ ولد في مدينة رام الله وانضم إلى حماس عام 1987. سجنت إسرائيل العروري 3 مرات، وبعد إطلاق سراحه عام 2011 انتقل إلى دمشق، ومع اندلاع الحرب في سوريا غادر إلى تركيا ومنها إلى قطر ثم إلى لبنان. في يونيو عام 2014 أعلن العروري مسؤولية حماس عن قتل 3 إسرائيليين في الضفة الغربية، كان أحدهم أمريكياً إسرائيلياً. صحيفة USA Today الأمريكية كشفت أن إسرائيل أطلقت عملية مطاردة للعروري باعتباره حلقة الوصل بين حماس وحزب الله وإيران. العروري أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام التي نفذت الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر عام 2023، ووصفته حماس في بيان نعيه بأنه مهندس عملية طوفان الأقصى.